ده هي صح. الست اختارت حد بطبيعه معينه وممكن واحده تانية ما تقدرش تعيش مع الطبيعه دي صح. فهي مساله نسبيه صح. بس انا عايزه استاذ عبد الله يكمل فكرته بس بعد انا دلوقتي الفكره بتاعتي اللي هو احنا بنخلط بين الاثنين الطبع والحياه اللي احنا عايزينها. علشان كده انا في الاول قلت اهم حاجه ان احنا يبقى في تفاهم ما بيننا. ما هو احنا ده كله احنا بندور حوالين نقطتين مهمين، ان ما فيش تفاهم ما بيننا، فانا دلوقتي بتلكك لها وهي بتتلكك لي، فاحنا انا شايف حاجه صغيره، انا شايف ان انا يعني انا بلاقي ناس في الشارع بيجي يقول لي على فكره لما دخلت مع مراتي وبدات اعمل معاها اكل في المطبخ انا حياتي اتغيرت 180 درجه. اتنين كانوا متطلقين رجعوا لبعض لما الراجل بدا يعمل زي ما انا بعمل في الفيديوهات. هي على فكره بتعمل انت في الفيديو هي توابل ادينا بقى تبس توابل بتترش على الحياه بتخلي الحياه حلوه، لكن المنتج هو هو مش انا بعمل ايه، ان انا بعامل مراتي ان هي بنتي ما بعملهاش ان هي مراتي. حلو جدا. وهي بتعاملني ان انا ابنها وهي مامتي احيانا احسن ماما وبابا على طول بس تقلب دراما على طول والله يعني انا حتى لما انا المدام عندي لما باجي في مشكله هي بتسمعني ان هي مامتي حتى مهما كانت كبير. طب كبيرة. حتى لو غلط انا كنت بقول على الترابيزه عمليه صح احيانا على انه ابنك وغلط. طب اكبر غلطه انت رحت لمراتك قلت عليها وهي استوعبتك؟ بصي هو انا ومراتي قبل ما نتجوز احنا كنا متفاهمين مع بعض وكنا مشتركين على بعض احنا كنا عبد الله لو سمحت اكبر غلطه رحت قلتها لمراتك وسمعتك كمامتك زي ما انت بتقول كمامتي يعني بعديك زغت ازاي يعني رايح تعترف على نفسك وطبطبت عليك وقلت لك معلش انا لسه ما غلطتش. لا اصل انا ومراتي حياتنا تختلف في حاجه معينه ان هي متفاهمه معايا وبتسمعني لدرجه ان هي انا بحكي لها فما بستناش اغلط يعني انا اوقات باجي احكي لها على كل حاجه. طب يعني هي لما تحس ان انت رايح مشوار كده ممكن يكون في زقزقه بالنسبه لها فبتقول لك لا طب خلي بالك. لا زقزقه إيه؟ انا بقول لها انا بقول لها النهارده انا خارج مع اصحابي مثلا النهارده انا خارج مع اصحابي وصحابي احنا جروب ولاد وبنات متنشعين بعد الحلقه احنا ولاد وبنات حلو ومره قلت لها انا خارج انا وصاحبي ومعانا بنتين صحابنا يعني احنا اربعه لا ثانيه واحده وخارجين في ايه بقى بجد انا فاهمك بقى على حاجه يا ريت دي حاجه انا جربتها دي ايمان لا دي جابت بقى معايا نتيجه دي ايمان هتقوم دلوقتي والله العظيم جابت معايا نتيجه بجد انا كنفسي عمري ما كنت اتوقعها غششني بقى ايه النتيجه احنا الحياه مشكلتها عندنا ان احنا بنبقى مخبيين انا لو جيت قلت لك دلوقتي انا في حاجه في جيبي ومش هديكي منها هتفضلي طول الحلقه دماغك بتفكر ايه اللي في جيبي لكن لو جيت قلت لك انا في جيبي في 5 جنيه هيشغل بالك ان انا ايه اللي في جيبي؟ مش هيشغلك. هي لما انا جيت قلت لها ان انا بعمل 1 2 3 انا ما بقاش فارق معايا وانا عارف ان مراتي عارفه ان انا بكلم وبخرج وبعمل ما بقاش بيستهوني ده. طب بتتخانقوا على ايه؟ اقول لك على حاجه ثواني بتتخانقوا يعني على ايه؟ كلام بقى من واحده ست بجد معلش يعني مع احترامي لما الست بتسيب لجوزها قوي كده زياده عن اللزوم ومفيش اي مشاعر بتتغير جواها تبقى مسامحه فيه. لا مش زياده على الكلام ده لمراتك هي بتبقى عامله كنترول بتبقى عامله معايا زي ايه الخيل لما بتربطيه بحبل كبير ويقعد يجري يفتكر ان هو حر بس هو في الاخر مربوط بحبل. طيب انت هربت من سؤالي برضو حر بس هي عارفه انا نقطتي فين كنترولي انت هربت من سؤالي وما قلتليش ايه مشكله او حاجه انت غلطت فيها قلتها لمراتك واستوعبتك زي ما انت انه قال بصراحه انه خارج ان انا كانت المشكله ان انا اقول بس ما اخبيش فانا جيت مره سافرت مع اصحابي وكنا جروب مع بعض وهي قالت لي فين انت فين قلت لها انا في الشغل وكنا مسافرين يوم وراجعين وامتى اعترفت بقى ما هي انا ما اعترفت انت هي شافت ورق الكارته في العربيه لا انت ما قلتلهاش ليه عملت ايه بقى انا ما قلتلهاش علشان انا اليوم دوت انا مش عارف كان عندي ضغوطات واصحابي كانوا جم عليا في الشغل ويلا هنروح بسرعه ونيجي وهنروح العين طب انت ما قلتلهاش تزويغه فما لحقتش ان انا اقول نعرف هي عملت ايه الاول طب لما شافت الورقه وقعت يعني قلت لها ايه جت قالت لي هو انت كنت مسافر وقلت لها سافرت ايوه قالت لي طب سافر ليه ما قلتيش ان انت سافرت ايوه انا ممكن اشوف سواد بسبب اللقطه ديت جامد قوي مع انها حاجه ممكن تبقى هي بسيطه هي عملت ايه في اليوم ده لا زعل بقى ونكد وخناقات ومشاكل قد كده وازاي تخبي وازاي تعمل وانت شايف ان كان عندها حق طبعا حقها عشان احنا متفقين من اول العلاقه مهما كانت الحاجه كبيره احنا بنقول لبعض بس يبقى الريموت كنترول في ايديكم انتوا الاثنين مش هي ما هي ده التفاهم بقى ان احنا عارفين اول واخر كل واحد فينا بالظبط وسايبين كل واحد فينا بيلعب في المنطقه بتاعته من غير ما يعمل حاجه غلط فهي واثقه فيا وعارفه ان انا دماغي فيها ايه ودوت نجح معايا ان انا وصلتني لمرحله ان انا ما بقتش بقابل حد مش عايز
ما خلاص ما دام الممنوع اصل الممنوع مرغوب. لو الحاجه اتحطت قدامنا انا مش هاكل منها ولا عايزها. فهي وصلتني ان الحاجه بقت قدامي انا اللي مش عايزها. صحابي كلهم اللي انا كنت اعرفهم انا عايزه اقول لكم على حاجه كتير في ناس بيشبهوا الراجل بان هو طفل كبير عشان ذكيه ذكيه جدا بيقولوا ان هو بيبقى الطفل الكبير ده بيبقى عنده فضول. فالست بيبقى عندها ساعه الخطوبه شويه غموض كده فهو عايز يفك الطلاسم والغموض ده. بمجرد ما كل حاجه تكشفت قدامه بقى بعد الجواز زهتها. فقدت جزء من الشرم بتاعها او الزهوه الهاله اللي حواليها فبيبتدي مش حبه ليها يقل بس الفضول بيهدى شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو عامل زي الاطفال في فكره ان ايه تعالى انا عندي حاجات حلوه فهو لو عارف ان البيت فيه حاجات حلوه وان الست هتقدم له حاجات حلوه هيروح. هو هيسيب اصحابه والقهوه والدنيا والله العظيم احنا هيروح طفل متحركين احنا اطفال يلا باي احنا اطفال متحركه على الارض. لو الست تفهم الراجل عباره عن ايه احنا طفل.